يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا أتيت للصلاة والإمام راكع ثم كبرت تكبيرة الإحرام وكبرت للركوع وفي نفس الوقت قفع الإمام من الركوع ثم ركعت وقمت مع الإمام، فهل فعلي صحيح؟ فعلك صحيح، تدخل في الصلاة، لكن الركعة ما أدركتها ما دام رفع الإمام رأسه قبل أن تنحني أنت، وإنما مجرد أنك كبرت فقط، فهذا لم تدرك الركعة، لكن تكون قد دخلت في الصلاة وفاتتك الركعة الأولى، تأتي بركعة بعد سلام الإمام. ولا تدرك الركعة إلا إذا وصلت يداك إلى ركبتيك، إذا انحنيت وصلت يداك إلى ركبتيك قبل أن يرفع الإمام فقد أدركت الركوع. نعم.